عارف امر اخر. يعني طبعا الرياضه فيها اب اند داونز، يعني بتطلع وبتنزل، ولكن الميزه بالنسبه لي انه انت كنادي اهلي ما قلتش انا كويس وانا وجادلت وعملت، قلت العادي بتاعي. لا ما قلتش انا كويس لما خسرت الدوري، يعني ما قلتش ان انا عنديش اخطاء وانا احسن واحد في العالم وبتاع، لا 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 لا، قلت احنا كويسين وبتاع، عندنا بعض الاخطاء اللي بتحصل، غيرنا مدربين، غيرنا بعض اللاعبين اللي كان يعني كان فيهم كما كان عليهم كلام، اتغيروا، اصبحت الفرقه هي على فكره بالمناسبه، يعني طبعا معظم اللاعبين هم وكل حاجه هي، ولكن في النهايه زي ما بقول لحضراتكم الاعتراف بالخطا هو بدايه التصحيح، وهو ده اللي دايما بيحصل في النادي الاهلي، ان احنا عندنا غلط في اسلام فهنشيل اسلام ونجيب عبد الرحمن، عندنا غلط في عبد الرحمن هنجيب عبد الرحمن، وده مش عيب في اللي بيتشال يعني.